فريق شبابي من الهواة إناثا وذكورا يخضعون الآن بمراكب مولاي عبد الله برباط لفترة تدريبية في كرة السلة، والبرنامج هو ثمرة تعاون مشترك بين السفارة الأمريكية ومخيم وريا شيهوب بعد الرباط المناطق الشمالية الوجهة الموالية. يوسف سهيلي والتفاصيل. أتوا من مختلف مناطق المغرب للمشاركة في ورشة تدريبية في كرة السلة، هم 60 شابا وشابة تتراوح أعمارهم ما بين 14 و16 سنة. 4 أيام يتلقون فيها أبجدية اللعبة على يد 3 مدربين أمريكيين بينهم لاعب برشلونة سابقا أودي نوريس. هذه البرامج الشبابية سواء تعلق الأمر بالرياضة، الموسيقى أو الثقافة وغيرها من شأنها المساهمة أكثر في التقارب بين الشعبين. بغينا الدراري يتعلموا من هذا الكون هذا دو باسكيت كو اترافي لو سبور نقدروا نتعلموا بزاف ديال زاتو اللي غنستعملوا في الحياه تاعنا، بحال لي زاتو ديال القياده، الحاجات اللي نقدروا نديروا بهم نتقدموا بهم في حياتنا. اليوم هي السيده اللي هو اذا مخيم رياضي لكن ايضا باهداف اجتماعيه وثقافيه، المشاركون ينتمي معظمهم لاحياء هامشيه، بالاضافه الى الحصص الرياضيه المقرره تم منحهم بعض المعدات الخاصه بالكره البرتقاليه. استفدت بزاف د الحوايج، انني عرفت كيفاش نتيري، عرفت كيفاش نشد كورة، عرفت كيفاش نبراكتيسي مزيان، وهذا هو اللي عجبني في هذا المخيم. تعلمنا بزاف د الحوايج اللي كنا ما عارفينهمش افون بشحال هذه، وعرفنا الناس مدن وحده اخرى يعني اللي نقدروا نثبتوا معهم، هذا هو الاهم اللي نكونوا بعضيات. مرحلة الرباط تنتهي يوم 24 من هذا الشهر، على أن ينتقل المخيم بعدها بيوم واحد لمدينتي شفشاون وتطوان لإكمال برنامجه المستمر إلى غاية 30 من يونيو.